الهوى في القلب باني ده عاذل حوش ملعقه بدون كرامه وعزمه ما لها قيمه الله يطول عمرك. احنا يا اهل المملكه العربيه السعوديه قبائل واقاليم عشنا بكرامه وعز طول حياتنا ولم نتعود لا على نقص. انت شاهي الليل هذا حطك ولا يفوز فيه الشاهي. والله يسلمك. لستانس قالت انت اللي يجمل لجا بين الصفوف قلت انا اللي ما تشاله ولا حوله شاله شاهر سيف الهلالي على حجبه السيوف من كفلها الله جعلها من الناس اكفاله تبشر بوقفه شجاعه ما يربكها الوقوف بين ثاني مساء الخير يا الربع. صراحه تجربه بتكون ان شاء الله جميله. ها تفضل زياد يقول السباح حق فندق بيان صراحة خرافي خرافي بدفتر نوم يا انجليزي يا ابو سعد ترى دارس حي لبن والله ما حد هنا ما شاء الله تبارك الله رحت عملية وطرحت ما ادري ليش الخطوة ثقلت شوف خذ راحتك اي والله ما شاء الله تبارك الله الإضاءة الاسترخاء اللي موجود يهيئك المساج وانت مرتاح وانت مرتاح ما شاء الله تبارك الله. قال انه اهل المنطقة الجنوبية ما يطلعون في النهار ليش انه حر يسمون هذا حر يا اخي اسألوا اهل الرياض قسم بالله اذا تبون تعرفون معناه الحر اسألوا اهل الرياض حد تقدر انك تجلس على كرسي ها كرسي السيارة تقدر تقعد على كرسي السيارة يقولون حر الله يمشي والله خطأ يا جماعة الخير هذا جو والله العظيم انه اهل الرياض يتمنون ربعه سحب واجواء جميله اللهم لك الحمد مساكم خير يا رب زياد يقول بمشيك على وين؟ بنروح شيء اسمه حوش ملعقه الله موجود في المسكينه ما قلت قصيده انت لا شفت في شطر ثاني طيب لا المسكينه نروح نشوف الله يوفق ان شاء الله يا رب جدولنا بدا من النهار شافوا شوية شمس ها قالوا حر شوية شمس قالوا حر اجواء السحب حتى مو مشغلين مكيف يعني الاجواء مستمتع فاتح الشباك مستمتع الاجواء باردة تجيب العافية ما شاء الله شوية شمس بس وصلنا الى فعالية جميلة صراحة اتوقع انه افتتحوها هذا الصيف صح؟ نعم حوش ملاقه ما شاء الله تبارك الله المكان صراحه شعبي وجميل مريح حرفيا ما شاء الله تبارك الله اربع ايام عن عمر او خمس ايام عن عمر انت قلت لي كلمه جميله ترى قلت اربع ايام عن خمس سنوات الاعلام تقريبا فيها فضل من الله كبير سبحانه وسرعة انتشار وأثر طيب واستقبال ناس جايين لله سبحانه ما يبغون شيء غير انهم يرجعون كما ولدته امهم شادين الرحال كل من دولته كل بلغته كل بلونه كل بعرقه والجميع يردد لبيك اللهم لبيك هذا شعور عظيم جدا
خصوصا يوم تستقبلهم في صباح عرفة وتشوف ملامحهم برغم الديون والهموم والفقد والحزن كحال أي إنسان. الدنيا لا تصفو لأحد إلا أنه تسوي معه لقاء أوكي يسولف معك تقول له الله سبحانه الآن في سماء الدنيا يباهي بك ملائكته ما عاد يقدر يعبر يبكي على طول. تخيل أنك تكون موجود في هذا الموقع في أفضل وخير ومشرقت فيه الشمس ومستقبل ناس جايين يلبون لله سبحانه وتعالى تجربة عظيمة عظيمة جدا والله لا يحرمني منها السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها والله لا يحرمكم الأجر لا أنت ولا ناصر ولا طاقم العمل كامل لا طاقم عمل بقول لك فرحة بعد فرحة سعادة بعد سعادة ربنا يتم عليكم وأدب وأخلاق وزوج وما شفناش زي كده. أول حجة لك حج؟ أول حجة يعني الآن رسميا الحج إيش اسمك؟ يوسف يوسف الحج يوسف نورت الدنيا يا حج يوسف صباح يوم عرفة وجودك الجميل سعادة بعد سعادة. بص يعني بتمنى كده ما فيش بعد كده ما حدش يتمنى أكثر من كده والله. أنا أبغى صباحي يكتمل لازال ناقص تدري كيف بيكتمل صباحي؟ أبغى حضن منك إذا ما عليك. إلى الله سرنا جموعا وجنب قلب سليم يعد النعم ونرجو الكريم يعافي الأمم أتينا شعوبا عروقا ولون لتجمعنا ساحة للحرم وهذه البلاد منار السلام وفيها جهود بكيف وكم ترحب حجاج بيت نجرب شاهي الليل ما شاء الله الله يبارك لك يا خالد الشمراني عسى الله يوفقك ونعم للي واقف على شغله ما شاء الله تبارك الله ينزل لك شاي حبق الحين ولا شاي مخلوط يا زياد لب قلب المصورين كلهم لب قلب اللي بوزن تصوير ايش حالكم يا رجال جميعا يا وجه الخير كيف حالكم ساكم طيبين إن شاء الله الأجواء ذا اليوم كأنها حر الله المستعان علوم أخبار مرتاحين امشي خوية خلينا نروح نتمشى تبرد الحارة ما قلت لدي حارة من الشمس أيوة ليش ما تلبسي حذيان ما أدري ما أدري تدرين أيوة. يعني ما تروحين معي لا تقدين تسحبين علي لا ما بسحب سحبت علي خلاص يلا مع السلامة وشوش. الله يسعني فدو هنا الله يسعني خلاص عادي وش تبغون بس من برا يا امري والله انا بس سكريم بس سكريم على والله خشمي ها خليك ترجع وشو شفت شيء ثاني خليك ترجع ليه رجع ما ابغى انا بس ابغى سكريم طيب عاد بجيب بس سكريم وبسكوت وبطاطس ما تبغين بطاطس وبسكوت وحليب لا بس انا شو المسك ذي اللي معس مرض انت تستغلين الحدث يعني ليه وش السبب طيب ما ابغى شو السبب قلت كلت كثير يلا هجل مع السلامة ايس كريم زلس احلى فانيليا طالع علشان ذا الجوال طلعت شاشته منتهية دمار خلاص ما لها حل اني اغير شاشة وبكم الشاشة 1250 ضعيف الله وشو عاد اسوي راء من نهايته اوف والله اوف جملته هذه والله اوف فعلا اوف لكن ضبطنا جعل الله يضبط لك حياتك والله ما قصرت معك 50 ريال بعدك ها رجال الوضع يعني الله يطول عمرك ان شاء الله الله يسعدك من نهايتها تبعتك بيتين وتنقص لي والله ما يحتاج يا اخو يعني اعطيك بيتين ترقص لي ولا اسكت ابلعها حط بيتين كذا ولا كذا بس ترى ايش اسمه ما قصرت معك والله يعني حتى بيتين ما نقدر نقص مره هاجل يقول لا 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 لا
وجودي على جوال نفلح من اياه. سلام. بس انت عتيبي انزي؟ لا والله منعم في العتبان وفي العنوز، بس ما نبي عتيبي ولا نبي انزي. فكر فكر على البيت اللي قبل شوي، يعني ايش تتوقع؟ والله انا عبرت كذا حول عتيبي انزي. لا ماني من نجد، من هالجنوب. فكر. من جنوب يا زهراني يا شو اسمه؟ الزهرين جنوبيين صح؟ منعم بالزهران بس ماني من زهران. زهراني يا يا شو اسمه يا قحطان؟ لا لا ذا ولا ذا، منعم بهم كلهم. الله عقد. انا هذا سلامه من قبيله وقف لها التاريخ تمجيد واحترام. من قبيله يعني تاريخها مشرف جدا. والله سمعت انا عليك صوت. انا من بني شهر طال عمرك. والله شهري شهري والله. لا 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 يقول فايز يا ابن سابر سلبت القلوب الصوت واللعب شهري وانت ولعت. انا سلام فهمتني، فانا من هذه القبيله العظيمه التي تسمى بني شهر. الله انعم يطول عمرك ان شاء الله. هذا ضبطنا بالسير نبدا. بسم الله توكلنا على الله. الحين بفك الجوال ان شاء الله زي ما تشوفون. صعب فكه ولا سهل؟ ما قد جبت العيد مره في جوال حياتك؟ والله الحمد لله من حسن حظك. سهله هذه الرامه، ايش صعبه؟ انت احب اتفلسف شوي. لا عادي. الله المستعان. تتوقع وش السبب اللي خلى الشاشه تخرب؟ الشاحن؟ ما دخل رطوبه مويه. الرطوبه الرطوبه اذبح تلمس اليمين، خل بقعد الجوال. الله المستعان. الكاميرا ما جا شيء. بيض الله وجهك. هذه شاشة جديدة. وكالة ما هي جديدة. وكالة. ونعم بها. عسى لا طرحت لها بركة. صراحة في رسالة بوجهها للأشخاص اللي يحطون هالكفرات على جوالهم. زي كذا زي كذا. أبغى يعني فهم بس إذا ما عليهم أمر، يعني إيش اللي يعانون منه؟ ليش ما حدثوا معنا؟ ليه باقي ناشبين في 2016؟ ها بلا من يعرف. يا الله المستعان. والذي هذا تعبان اللي بيحطها، تعبان مرة. شو السالفة يا شيخ؟ لا سلام بالله بالله الا التصوير. كيف الا التصوير؟ يا اخي انت وجهك جميل واسلوبك جميل. بالله يا شباب بالله ما يستاهل. الله يستاهل. يستاهل والله. فلذلك اعطنا السالفه قبل. اخو العيال اسلم، اعطنا السالفه اجل. انا ابداك اسلم. والله اعطنا السالفه طلع. اعطنا السالفه اجل الشيخ بيضبطنا. والله نسيت، والله نسيت منه. عطاه ب 300 وشرى. راح خذ 350. طيب عطاه بحياه بتفاعل. خلصنا الجواز يا مرتبون وما قصروا الشباب. بيض الله وجيهم. شكرا لك يا صاحب. شوف على الطاقيه ذي واضح انك راعي مشاكل، بس انك طيب. ايه لا اللي يسوون زي كذا ينكسون. ها دائما راعينا. لا والله لا والله ابد. والله لي نعم. والله لي نعم. اسمع هذا محله من الربع ما قصروا. ريني الخبر يا هلا. مرحبا رحيم سلم الله بالخير. خلونا نصلي أود لكم نعطيكم العلو. سطام تعال كيف حالك؟ وين عزام؟ جاء ولا لا؟ جاء معك عزام؟ أي يا مرحبا. ها؟ انقلع سنك شوف الرهم ما شاء الله. طيب ايش قلت من اللي قلع لك؟ أخي. أبوك ولا المستشفى؟ أبوي راح الدوام. ايش
يلا حيهم يا مرحب يا اخوان. ادري لكم فتره ما تعودتوا علي تشوفوني بدون شماغ، لكن يا اخوي ايش نسوي؟ شوفت عينكم الصنادح والعقايب الشعر ما له نيه يطلع ولا يطول. فيعني ساتر الحمارنا. الله الله، بنروح الحين نبي ضبط الامور، وبعدها ان شاء الله عندنا بث الساعة 12 حكم بنفتح بث. البث اللي راحت كلها ما افتح الا بعد صلاة الفجر، لكن المرة بنفتح بعد الساعة 12، يعني الوقت مناسب للجميع، ما كل احد صاحي بعد صلاة الفجر على طول. فالحاضر يعلم الغائب، وعدنا الساعة 12. الله الله، عند حبيبنا وش صاير عندهم؟ السلام عليكم. ايش في سلامات. هلا الدرع الكنز الله يبيك طول الحياة. ارحب. اول شيء الله يكثر خيرك في بيض وجهك. مرحبا والله ومسهلا. الشيء الثاني علوم البرنامج. البرنامج يا مسهلا. وش الناموس عندي انا ذا الحين؟ اني كسبتك اخو الكرم. اي والله العظيم، وان الله شهاد على ذا الكرم. ان شاء الله من طيبه. رجال وش عاد؟ العرج العرج. ارحب. ابدعت. الله يسلمك. تالقت، جملت، جملت يا سلطان. ما شاء الله تبارك الله. بارك لكم ناموس الاول تستاهلون. عوايد. ما في شيء جديد. جعل ربي يطول عمرك. غاليين وربع. يعلم الله اني قبيل وانت تقدم يا البسامه نشقت نوجي. انه من طيب راس. جعل ربي يطول. انا افرح اللي مثلك وشرواك يا سلطان. جعل ربي يوفق. ولا هي بنهايه مطافك يا سلطان. انت دايم تحرجنا بطلوعك على الشاشه وبتميز كل يوم مستغرب عليك. سلام الواجد. ولا اي حدا تزود روح يا حرام نقطعها فاض نونان عليها تسوي له نقطعها فاض نونان عليها تسوي له ما نقبل الفخر عالي الطلاق عليكم هذا صبيا وشايب لا احتمال ما يكشمل فتيل علمه اني شريت جهاد تحديتني اعرف وش الجهاد ذا، وانتم اتحداكم تعرفون وش ذا الجهاد. السناب هالجاية ها مستعد تعرف وش ذا؟ طيب التبريد مو بالشاهي بس، يعني اي كوب عندك حار ولا شيء يعني شوف دفعة قوي جدا لدرجة انه يفتح الدريشة كذا الدفع بس. هذا يبرد الشاهي. انت التبريد مو بالشاهي بس، يعني اي كوب عندك حار ولا شيء يعني شوف دفعة قوي جدا لدرجة انه يفتح الدريشة كذا الدفع بس. شوف
نظيفه قوي لدرجه انه يعني شوف السياره تقدم. شوف الحين هي وين؟ هي هنا صح؟ شوف قدام المنفخ صارت هنا. طبعا طفيته عشان ما ادف. شوف شوف بدف الباب به. السلام عليكم. مبصورة مبصورة فدي فدي اخبارك تختارون اسمي الحمد لله. كيف الحال؟ الحمد لله. حابة تقولين لل بما ان اول مرة اصورك بالكاميرا هذه؟ الكاميرا هذه مرة حلوة. اي وش راح نسوي بالكاميرا هذه؟ رقات فخمة جدا 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 جد. توعدينهم بشيء قوي يعني؟ ايه. ها؟ ايه. قولي انتظروا بس. انتظروا بس رقات حلوة حلوة حلوة. ارحب. هلا صديقنا. هلا. هلا. وين صديقنا الثالث وين؟ هلا هلا هلا. وين صديقنا الرابع؟ صديقنا الرابع هناك. السلام عليكم. مرحبا. منفس ليه؟ مو منفس. على جوال. على جوال، اي احد على جواله منفس؟ لا. خلاص اسحب جوالك عشان ما تصير منفس. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. طبعا والحين بيشة مع جدي سامي. ارحب يا جد. ارحب طيب طيب ابو محمد ايش مع فيها؟ صباحية وجود يا بيش. نصل بيش نفتح لكم بث بإذن الله. محمد انطباعك عن سمافات عني عشان نصور اللي وراك؟ والله هي حاجه سيستي مفاجاه. في ناس ورا ما نبغى نصور. ايوه انطباعك عن سمافات. بسم الله شكرا. نعم والله بدون معنى اني اول مره اروح يعني من سكان ابها وام يا مرحبا بخير. بس شيء طيب والله العظيم. شيء طيب. عمر تمنتج لنا وعد تمنتج لنا مقطع عن راحتنا سمافات ولا لا؟ الله يجعلنا في ذوتك. بس شرب التغطية عند أبو السفر إن شاء الله نغطي لكم سماء أبها كاملة. الله يبيض وجهك أبو السفر. حاتم يعني إنك جالس وحاط رجل على رجل على كف أتكيت يعني إنك كيوت. إذا أنت إذا أنت تقول إنك أتكيت حاسب علينا موية بريال. أتحدى إذا أنت شفت طلع خمسة ريال معفطة. أرحب ما أتكلم. أرحب علي الحرام ما حصلناها يا أبو عبد الوهاب. ليش هاي حصلتها؟ إيه؟ يوم البس الجنس حصلتها من ايام مخازن الكبرى. مع الساعه يلا يلا بندق عليك علومك ابو علي. هيا يا مشينا والله ما ارتحنا لك. جديد تصور كل شيء فلاش. ايش اصور؟ اصور ايش؟ وش تصويرك ذا؟ تستاجر الارض. ممكن انزلها في حراج اقول ارض للبيع. طيب بفلاش لي. ايش تبغى اصور؟ اصور بدون فلاش ما في. لا ما حق الارض. ايش ذكر؟ اسمع صديق سوي واحد بيتزا. مع السلامة. بيتزا بيتربيكلي. يلا يلا قل الحق هولو الحق لولي. عمر عمر صورني تكفى صورني 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 وامدحني. بسم الله ما شاء الله. هذا رجل الأعمال بن سعد الجزامر يصل إلى سماء أبها. حرج أقول انزل. باقي زعلان مني؟ ها؟ باقي زعلان؟ الذكرى عزيزة يوم قلبت الأوراق مرت علي وأعلنت منها خضوعي محتار أنا وقفت والدمع دفاق ومسيت ساهر والخ غالي جدا.
جدا علينا ولكن هو انقطع من الاشغال جاء يسلم ولكن جاب الوقت. مرحبا حيا. مرحبا ومسهلا والله اللي ما عايدين بعد الزحمه مفايزين وشلونك؟ يا مرحبا والله ومسهلا. انت بلديره اخذت كله. انت اللي والله قاطع ما ادري وينك رايح. الله يطول عمرك. اي والله ولكن بيجمعنا شيء انت خابره يوميا شوف وجهك ابوي ماسك الساعه جلك حياه وبصبع ذا ايش بلا زعلان ها؟ منو؟ حزين والله يبي ذاك هواء جاتنا هو اسراء احنا البرد لين المحذان برا حر داخل البرد والله والله عندي البيت من وين جيبه منه حسين هذا المركزي شلونك مع الاجواء الجميله؟ والله لا تقول لا تقول وشين؟ صيفين صيفين؟ في ربع بلادي والله البرد ولا لا؟ يا مرحبا ومسهلا يا ابو ثلاب يا مرحبا والله ومسهلا هذه والله الساعة المبروكة كنت اكثر واحد لازم تعاون قل لا اله الا الله اساس هذا هذا مشهورنا هذا ما يحتاج هذا طبعا يا الربع راح تشوفون له مستقبل باهر واذكركم يا مرحبا ومسهلا يا ثلاب يا مرحبا ايش توعدهم به؟ يشوفون هذا الشباب هذا راح تشوفونه واذكركم مع الوقت وش تقول الخطة اللي قاعدين نخطط عنها؟ اللهم امين انت واحد منا يعني جعل عمرك سنين تلوم قل لهم الوعد قدام كفو والله يستاهل 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 اشهد بالله يا الربع من قال ان الدنيا دواره اشهد بالله شوف شوف السطحه هذه اول كانت تشيل الناس لخربت مواترهم شوف الحين شايلينها شوف كيف الدنيا دواره هذا مثل الانسان اذا مات هذا مثل الانسان اللي اذا مات تذكر اي صح الناس يشيلونه ايه انت تشيلك ميت بكره يشيلونه لا 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 اله الا الله هذه الدنيا دواره نعم اتوقع يا الربع انا اتوقع ان الكتاب باين من عنوانه عرفت شلون من الشخصيه واضح ان الرجال ذابحه هالحرلين قال بس الله يسامح حازم بس ليه صرفنا درجه الحراره 50 ومدينه الصناعيه اول ليل شخصيه واخر الليل والله بعد ما شخصيه عاد شوفوا يا الربع انا اتكلم لكم بالاجواء اللي عندنا في الرياض يعني انت ممكن يا هالمناطق اللي برا الرياض يعني منطقه يعني او ديار او هجر نفس كذا اتوقع في الليل تكون بارده لان فيها مزارع ولا حولها مصانع ولا حولها شيء ان هنا عندنا في الرياض مقوله انك تخلص شغلك بعد المغرب ترى العصر والظهر والصباح هو نفس بعد المغرب والساعة 8 والساعة 10 في الليل حتى الساعة 12 الليل حتى الساعة 4 الفجر حر حر قسما بالله يا راسك انه يدخن يغدي لك عجة كأنه ثايرين فيك لغب اي والله شوف الرجال ذا واضح انه رايحين فيها طالعين من الصناعية الحين درجة الحرارة الظاهر كم؟ 55 بعد باسطي هذا نبره داخلنا عشان نرجع حازم حازم اخوي اصرافنا جعله والله يسلم والله العظيم العذر ان قايلين بيت حازم نروح نجيب عشاء ولا كان بيمسكنا كنا يود بنروح نجيب عشاء هذا العذر هذه نتيجه قطعه اصبعه هذه النتيجه صناعيه ما خلص المستشفى صناعيه كنا يود بنروح نجيب عشاء اعرف لك شاورما يا حازم في النخاع اقول لك كذا اعرف شلون العب في فتره الحساس كذا بتروح الحين رايحين المطعم نرجع له الله ابهته يا الله يقول عندنا في الديره جمده من قوه البرد لابس فروه الله يبهتك ما افكشك ما ندري عاد يمكن عندك طيب ليه تقهرنا ايش سالفه يا حسين في واحد يقول عندنا في الديره جمده من قوه البرد لابس فروه
خلاص كل انا جيد وين في يا رجال ظني انها يا شيخ علينا الظاهر انها داخل الفريزر يطلع لا والله هذه يودونك ثلاجة موتة متجمد سلم والاجواء ما شاء الله تبارك الله امطرت سمت ربه رعود وبروق وجو يفتح النفس وبراد كل هذا تدرون ليش عشان اللي بكره دوامه لحد ومشى من الديره فرقنا تعرف نفسك هي انت منشن اي واحد مشى من الديره منشن هذا ترى السبب ما شاء الله ما شاء الله الله انه يوفقكم مع ذا المطر مرحبا سلامات رسالة اليوم تقول لا يتواضع إلا من كان واثقا بنفسه ولا يتكبر إلا من كان ناقصا ربما تأخذ من الدنيا ما شئت لكن ستخرج منها كما جئت